بس والله شوف اذا لقينا وقت ان احنا نقدر انا بروح معك قال لي لا تكسب شيء اذا قدرنا اللي قبل لا عادي على التاكسي مو انت اذا قدرنا في وقت موز هذا ما بدك تعطينا من هالبطاير يا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم بدر على العموم أنا هنجيت في مدينة اسمها أنجلوس أنجلوس تبعد عن تقريبا مانيلا ساعتين بالباص تقريبا بالفلبين على العموم هذه مدرسة احنا فوق المسجد المسجد تحت هذه مدرسة تحفيظ القرآن للأطفال هني مدينة انجلوس تميز ان عندهم قاعدة امريكية هني فعلى العموم نسبة المسلمين قليلة شوي والمسيحيين اكثر فهنا المنطقة تقريبا بالذات بالتحديدين قريبة للسيتي هي يعني خاصة حق المسلمين فالحمد لله على العموم هذه بساطتهم الناس هذه كتبهم الاخوان هني شباب مسلمين هني ما شاء الله عليهم هذه كتبهم قرآن ما شاء الله عندهم هذا قرآن ما شاء الله تحفيظ يعني حياة بسيطة عندهم حياة بسيطة فبالنسبة أنا المقصد أني حب ببلش هذا الفيديو يعني اللي بيدعم يا جماعة المسجد هذا أخوانكم لك الأجر لله طبعا هذا البساطة هذا اللمس يؤذى ليدة فوهي هذا بريع صيمة بشوفوني طالع من المسجد هذا الجدول مدرسة النور الإسلامي ما شاء الله أوكي. You are the leader for the mosque or you know you're not the leader. You what are you working here? What do you do? I just. Okay. على العموم هذا المسجد. في المسجد تحت إن شاء الله صلاة تحت. على العموم اللي يحب يتبرع يجي في مدينة أنجلوس ويحاول يبني هالمكان هذا يتبرع وقف له وطبعا الأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى. حبيت أوصل رسالة بس لإخواني. اللي يحب يساعد منطقة مدينة أنجلوس في الفلبين فالحمد لله الشباب هني وايد مسلمين وقت صلاة المغرب الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المسجد في مدينة أنجلوس اللي في الفلبين تقريبا حوالي ساعتين عن مانيلا بالباص فاحنا في أنجلوس فهذا المسجد فيه تحفيظ القرآن فوق الطلبة وطبعا حالته الله يعين فهذا إمام يشيل المسجد هنا وقاعد يشرح لي ان في محتاجين دعم من اخواننا المسلمين فالشخص قاعد يوريني ان هذه مصلاة النساء ورا السبرادة
What else you need? What? So what else? We need to carpet, tiles, and the air conditioner. Oh, okay, brother. فوق المسجد الصلاة طبعا اللي فوق دار تحفظ القرآن. المهم اللي بيستفسر على موقع المسجد أو مكان المسجد مثل ما تشوفون هذه الفلبين، هذه هي جزر 7641 جزيرة. موقع المسجد تكبر خريطة تشوف تصعد على منيلا، هذه منيلا العاصمة، تنزل في العاصمة الطيران الدولي فيها منيلا، تصعد فوق، شوف تصعد فوق 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 فوق، تمر على مولولس، من مولولس تروح على هذه المنطقة اللي اسمها شوفها أنجلوس، أنجلوس هذه أنجلوس اسم المسجد الوحيد اللي هو مسجد التقوى، المسجد الوحيد اللي يحب يتبرع الله يجزاه خير، اللي يحب يرمم يسوي المسجد أو يجمع تبرعات جزاه الله خير. حبيت أعطيكم موقع المسجد اللي صورناه في هذه المنطقة اللي اسمها أنجلوس، منطقة جميلة جدا وحلوة وفيها طبعا قليل من المسلمين، لأن أغلب المسلمين اللي هم أغلب المسلمين اللي في الفلبين يسكنون في مندناو، شفتها مندناو هذه أغلب الجزيرة اللي تحت اللي هي دافوا، أغلب المسلمين في الجنوب، ولكن يعني الإسلام قاعد ينتشر شوي شوي بالفلبين، وطبعا وراح نحقق حلقة إن شاء الله في المستقبل عن كيف دخول الإسلام إلى الفلبين، طبعا عن التجارة وأغلبهم التجار العرب اللي هم من أهل اليمن والحضرموت، ولكن إحنا حلقتنا اليوم عن المسجد وموقع المسجد اللي إحنا تكلمنا عنه اللي هو في أنجلوس هذه. يلا You can see the doctor, they do their reparation in here, actually they have, and you can tell they have another one in here, so, and they have another rooms of dentists, so they have extra three though, so you never get wait, always they have space, and they have a lot of staff, as you can see, and this is my water, and they give me gifts in here, which is good, and that's the Dr. Alex in here, so, So they have a very big house, and there's a toilet you can use in here. They have X-ray, so just do it for my friend. And they have one room and two room and two all the stuff in here. And this is the X-ray. It's very high technology, and all the certificate for. Oh, this certificate for Dr. Alex. That's him. That's Dr. Alex, 25 years a dentist. That's when he was young. He looked like his daughter. Or daughter looks like him. That's all his certificate. Okay, so and that's his high certificate, and that's all. One, two room, three, and third up stay in restroom. And that's all. One here. Good doctor. And they have another one here over there. It was so clean and nice, very clean. Very well, nice. Doctor? Do doctor? Oh, it's a new nurse. Very nice and well organized. Two dentists in here. No, I'm not. I'm not sure. ترجع لها هذه المرة ولا لا؟ مرة الفلبين لا 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 جدا تعطينا من هالبطاير يا الحبيب لا 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 ل